تسأل هذا المجتمع وتقول: هل الإنسان الذي يجاهد نفسه لقيام الليل لكنه أحيانا تفوته وأحيانا لا يفوته شيء، إذا لم يحافظ على ركعات معينة كأربع أو ست أو اثنتين، ما الحكم؟ كون الإنسان يعزم على قيام الليل هذا فيه خير كثير، وهذه نية طيبة، فإذا نفذها وقام حصل له أجر عظيم. وإذا لم يقم من نومه وغلب عليه النوم وكان ناوي للقيام لكن غلب عليه النوم، فإنه يكتب له أجر ما نوى. نية المرء خير من عمله. فإذا لم يقم للتهجد وكان ناويا لذلك لكن غلبه النوم، فإنه يكتب له أجر قائم ولله الحمد. فعلى الإنسان أنه ينوي قيام الليل ويعزم على ذلك ويحرص على تحقيق هذا، لكن إذا غلب عليه النوم فإن له الأجر ولله الحمد على نيته. أما إذا تركه رغبة عنه وتكاسلا فإنه لا يكتب له شيء. وقيام الليل ليس بواجب وليس له حد معين من الركعات، وإنما يقوم حسب ما تيسر له، ويصلي مثنى مثنى ويختم بالوتر ركعة واحدة تختم له ما صلى. نعم.